تقل لأبويا من متت يا زين المعاني ابن حنت مل البيت جاني سوى سطرني سطرني على عيني وعماني بويا من متيت والنعش شايله جابه وحطب والبيت حرقاه بويا وبعلي علي بالحبل قاده يا ابويا وبعلي علي بالحبل قاده يا ابويا يمكن انت ما تتذوق هذا الطور كانت بين الباب والجدار تدافع الرجل والرجل يدافعها هي مو بودها تنعصر بين الباب والجدار شتقل شتخاف